المستقبل مزيج من الاختيارات، قرارات مدروسة والتخصصات المختلفة قرار لا بد أن يدرس. في الكليات التطبيقية يتم تأسيسك وتأهيلك على يد كوادر عالية الكفاءة في تخصصات متعددة يحتاجها سوق العمل، مثل إدارة سلاسل الإمداد، السياحة، التسويق الرقمي، والتأمين والمحاسبة والضريبة. وإذا كانت اهتماماتك وميولك تقنية، فستكون تخصصات مثل البرمجة وأمن المعلومات وعلوم البيانات والشبكات هي خيارك الأمثل. أما إذا كان العمل في القطاع الصحي يستهويك، فستجد التخصصات الصحية مثل مكافحة العدوى والتعقيم. الكليات التطبيقية تؤهلك لنيل شهادات احترافية محلية ودولية، سواء كنت في بداية طريقك المهني أو موظفاً وتسعى لتطوير قدراتك. استعد لمستقبلك وادرسها صح.